سيد مندوزا لا تبدو طفلا سيء الخلق بالنسبة لي. أشعر بشيء مريب يحدث. جسد قوي رائع. ذراع الحارس القوية ستنفعني في تنفيذ مهمتي. أنت هو فوريفر نايت الحقيقي. وأنت كبير الجد في عائلة تينيسون. كيف عرفتني؟ بأمانة فتحت الباب فوجدتك. إذا فقم بفتح الباب واخرج إذا كنت حكيما. جدي أنت هنا؟ بوب. مرحبا جوين، ما أخبار المسابقة؟ الحقيقة أنها أقل تشويقا مما توقعت. ماذا يحدث هنا؟ المثلجات بطعم الفراولة لذيذة جدا. الجسم الضخم عرقل حركتي جدا. إن السرعة حقا مطلوبة في هذه الظروف. تلك الخوذة تقترب منا. إنه فوريفر نايت يتحكم بخوذته في فوريفر نايت؟ إنه يبحث عن شخص جديد ليتحكم به. ابحث عن بن وأنا سأتعقبه حالا. أريد أبي وأمي. ابحث عن والديك. أين أنتما؟ هيا بن تعال معي. هي. جدي وجدت بن. لم أبدأ المشاجرة، أتعهد لكما. سيدتي لا أعرف لمن أخذ الفتى، لكنني لا أظنه سبب المشكلات. ماذا حدث؟ انتهت المشاجرة؟ لقد تاه مني، لم يعد بإمكاني رؤيته. رؤية من؟ فوريفر نايت هنا. أرى بنفسي، يوجد مليون فوريفر نايت هنا. لا، أنا لا أمزح، إنه يسيطر على كل من يرتدي الخوذة. ستفهم ما أقصد عندما تراه. هيا لنعثر عليه. هل أنت متأكد جدي؟ فوريفر نايت ضاع في بوابة الوقت. معك حق، لكن كيفن لا تذكر اسمه. ما أقوله إن فوريفر نايت ليس الشخص الذي يرتدي الخوذة. الملابس التنكرية تجعل البحث أصعب. كل شخص هنا يرتدي ملابس شخص آخر. تأثير الخوذة غريب على من يرتديها، كأنه يصبح عقل شخص آخر. لجنة التحكيم ستعلن الفائز، وهذه هي الفرصة الأخيرة للرجوع إلى المسرح واستعراض ملابس المسابقة. أسمعتما؟ سأذهب للفوز بالمسابقة ولن أستسلم لمخاوفكما عن الخوذة. بن، عد إلى هنا. حسناً، الفرصة الأخيرة لنيل إعجابهم. والآن استعد لسماع القرار النهائي لاختيار الفائز. وصل! هنبط وصل! أوه، المتسابق الأخير وصل المسرح متأخراً. هل سيسمحون بانضمامه يا بيل؟ ستيف، لا أظنهم يريدون رؤية المزيد من الشخصيات الفضائية العجيبة. أوه، يبدو أنهم سمحوا له بالاشتراك. وللأمانة ملابس المتسابق أفضل ملابس رأيناها اليوم، لكنهم سيرفضون الإكسسوارات. ما رأيك يا ستيف؟ ستيف؟ رجاءً الانتباه لما سأقول لكم. نأسف لإبلاغكم بإلغاء المسابقة لأسباب أمنية. رجاءً اخرجوا في هدوء حتى إشعار آخر. شكراً لتعاونكم معنا. ماذا؟ لا تكن سخيفاً، كنت على وشك الفوز. ماذا يظنون أنفسهم؟ مهلاً، هذا إنه فوريفر نايت. جدي كان على حق، سيندم على اليوم الذي أفسد فيه المسابقة. يا فوريفر نايت، لا يمكنك المرور دون إلقاء التحية على صديقك القديم تينيسون الصغير. تبدو سخيفا. أوه، هذا كلام لا يليق بشخص يرتدي ربطة عنق. نعم، ستسمع كلاما أسخف إذا لم تبتعد. كنت أفضل في ملابسك القديمة. لا تخبرني أنك تعبت. توقعت مغامرة طوال اليوم. هل لديك فكرة أنني أعاني لأن هذا الجسد لم يمارس الرياضة؟ يا مسكين، لم تستطع العثور على جسد أكثر لياقة ورشاقة. كما تشاء. مذيع المسابقة لن يستطيع متابعة القفز بعيداً. بن، أخبرتني جوين أنك تطرد الخوذة هنا. جدي، ابتعد عن هنا. ما المشكلة؟ أوجدتها؟